السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، صنعاء تكشف بنود الاتفاق الاقتصادي مع السعودية، وإلى التفاصيل. نجحت صنعاء في إجهاض خطة الحرب الاقتصادية التي شنها بنك عدن الخاضع لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، والتي جاءت بدعم وتخطيط سعودي بعد أيام قليلة على توعد المسؤولين في صنعاء برد حازم على المملكة حال تمرير تلك القرارات الجائرة. ونشر رئيس الوفد الوطني المفاوض في حكومة صنعاء محمد عبد السلام اليوم الثلاثاء عبر صفحته في منصة إكس بنود الاتفاق مع السعودية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. وبحسب عبد السلام جاء ذلك في نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين، وتضمن الآتي: 1- إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوافق مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة. 2- استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى 3 يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يوميا أو بحسب الحاجة. 3- عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة. 4- البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق. وفي وقت سابق اليوم أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرغ عما سماه توافقا بين حكومة صنعاء والحكومة الموالية للتحالف السعودي على خفض التصعيد المتعلق بالقطاع المصرفي. ووفقا للمبعوث الأممي فقد شمل التوافق على خفض التصعيد فيما يتعلق بالخطوط الجوية اليمنية بعد أزمة الحجاج الأخيرة. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.